بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مواصلة إلى ميدان الظواهر الكهربائية، إذن هو الوحدة الثالثة الخاصة بالأمن الكهربائي. إذن في هذه الحصة سوف نتعرض إلى ما يسمى إدماج التعلمات. إذن لاحظ معي هذه الوضعية، إذن يمثل الشكل رقم واحد تركيب كهربائي لمطبخ عائلة سندو. لاحظ الأم سلمى عند تشغيل عدة أجهزة من المأخذ رقم 2 ينقطع التيار الكهربائي عن المأخذ رغم بقاء المصابيح المشعلة. أولا أذكر سبب انقطاع التيار الكهربائي ثم اقترح حلا لذلك. ثانيا لاحظت سلمى أن هناك عدة أخطاء أو توصيلات غير مطابقة لشروط الأمن الكهربائي. إذا ساعد سلمى في إيجاد هذه الأخطاء أو التوصيلات غير مطابقة لقواعد الأمن الكهربائي. ثالثا أعد رسم مخطط مبين عليه التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة لحماية الأشخاص والأجهزة من أخطار التيار الكهربائي. أرادت سلمى تغيير منصهرة لمأخذ الفرن الكهربائي، فوجدت منصهرات تحمل الدلالات التالية 5 أمبير، 10 أمبير، 15 أمبير. إذا المطلوب منك هو مساعدة سلمى في معرفة المنصهرة المناسبة. إذا كما قلنا في البداية يمثل الشكل تركيب كهربائي لمطبخ سلمى. إذا لكي نستطيع حل هذه الوضعية لابد من إعطاء بعض النصائح لطلابنا الأعزاء. إذا حل الوضعية يستحسن أن نحدد المشكل أو المشكلة ثم بعد ذلك نذكر سببها ثم بعد ذلك أعطي الحل. راح نبدأ بالنسبة للمشكلة رقم واحد. المشكلة رقم واحد هو انقطاع التيار الكهربائي. إذا المشكلة هي انقطاع التيار الكهربائي. إذا لابد من معرفة السبب. إذا ما هو سببها؟ هو تشغيل كما ذكر سابقا تشغيل عدة أجهزة في آن واحد ومن مكان واحد. إذا ما هو الحل؟ إذا الحل هو عكس ما قلناه في قضية السبب. إذا كان السبب هو تشغيل عدة أجهزة في آن واحد ومكان واحد، إذا الحل هو عدم تشغيل عدة أجهزة في نفس الوقت ومن مكان واحد. إذا الآن نرجع إلى هذا المخطط. إذا سبب انقطاع التيار الكهربائي إذا استعمال عدة أجهزة. إذا استعمال عدة أجهزة يؤدي إلى ما يسمى بزيادة في شدة أو في الحمولة، أي زيادة شدة التيار الكهربائي. وزيادة شدة التيار الكهربائي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأسلاك. إذا بما أننا نعرف الأسلاك بما أننا نعرف أن سلك المصهرة هو سلك رفيع جيد إذا جدا، ولهذا فهو لا يتحمل هذه الشدة المرتفعة مما يؤدي إلى إتلاف هذه المصهرة رقم 3. وإذا تلفت هذه المصهرة رقم 3 يتسبب في عدم وصول التيار الكهربائي إلى المأخذ 2، ولهذا لا تشتغل هذه الأجهزة. ولهذا لكي أحمي نفسي هو عدم استعمال عدة أجهزة في من مكان واحد وفي نفس الوقت. إذا أعيد ألخص الكلام، أن السبب انقطاع التيار الكهربائي هو تشغيل عدة أجهزة في آن واحد، أي ارتفاع في درجة حرارة الأسلاك. بسبب ماذا؟ بسبب زيادة الحمولة، يعني أن قاعد نستعمل في شدة كبيرة جدا لا يوفرها القاطع التفاضلي أو العدد، مما يؤدي إلى تلف المنصهرة وبالتالي عدم وصول الكهرباء إلى الأجهزة، ولهذا لا تشتغل هذه الأجهزة. إذا الحل المقترح هو عدم استعمال عدة أجهزة في آن واحد، أو إذا استعملت مجموعة من الأجهزة لابد أن يكون شدة التيار مرفعة تساوي أو تكون أكبر بقليل من شدة التيار أقل أو تساوي شدة التيار التي تسمح بمرورها المنصهرة. نمر للمشكلة الثانية. إذا لاحظت سلمى أن هناك عدة أخطاء وتوصيلات غير مطابقة لشروط الأمن الكهربائي. إذا هذه الأخطاء لابد من تحديدها على المخطط. إذا كما ذكرنا أن الأخطاء إذا لابد للتلميذ أن يلاحظ دائما ثلاثة إشكالات في الخطأ. الخطأ الأول هو دائما نظر
بالنسبة إلى وضع القاطعة، ثم عندنا كذلك وضع المنصهرة والتوصيل الأرضي أو السيل الأرضي. إذن هذوما الثلاثة لابد من معرفة المكان. نحن نعرف كما تعرفنا سابقا في الحصص السابقة أن القاطعة يجب وضعها على سلك الطور. إذن نلاحظ موضوع القاطعة بالنسبة للدار الأولى، هذه القاطعة موضوعة على سلك الحيادي، إذا موضوعة على سلك الحيادي، إذا يجب تغيير موضعها إلى سلك الطور. ثم نلاحظ الإشكالية الثانية اللي تكلمنا عليها اللي هي المصاهرة. إذا لدينا مصاهرة رقم 1، 2، 3. بالنسبة للمصاهرة الأولى أين موضوعة؟ موضوعة على سلك الحيادي. بالنسبة للمصاهرة الثانية والثالثة موضوعين على سلك الطور. إذا الإشكالية تتمثل في وضع أو موضع المصاهرة رقم 1، إذا يجب تغييرها ووضعها على سلك الطور مع القاطعة، ودوما كما اتفقنا تربط على التسلسل مع الأجهزة. الآن بالنسبة للإشكالية الأولى تكلمنا على القاطعة ثم المصهرة، الآن نمر إلى ما يسمى بالتوصيل الأرضي. إذن لدينا مأخذين، مأخذ رقم 1 والمأخذ رقم 2. المأخذ رقم 2 إذن آمن، لماذا؟ لأنه مزود بتوصيل الأرضي. أما بالنسبة للمأخذ الثالث فهو لا يوجد توصيل الأرضي. هذا إذن يجب إضافة توصيل أرضي ما بين المأخذ الأرضي والأرض، لكن هذا التوصيل لا يكفي، لابد من إضافة توصيل ثاني بين المأخذ والجهاز. الهدف منه كما ذكرنا سابقا أنه عند ملامسة سلك الطور للهيكل نتيجة تعري هذا السلك وتصرف شحنات حول الإطار المعدني للآلة، أثناء الملامسة سوف يصاب الشخص أو المستعمل بصدمة كهربائية، ولحماية هذا المستعمل من هذه الصدمة الكهربائية أضفنا سلك من إطار الآلة ومن الهيكل المعدني للآلة نحو المقبس. هدفه هو توصيل هذه الشحنات المتصلبة لتمر عبره إلى المأخذ ثم من المأخذ إلى الأرض، بالتالي نحمي المستعمل. الآن نمر إلى ما يسمى السؤال الثالث، اللي هو إعادة رسم المخطط مبين عليه التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة لحماية الأشخاص والأجهزة من أخطار التيار الكهربائي. إذن قمنا بإعادة هذا المخطط مع تصحيح هذه الأخطاء التي اتفقنا على أنها خاصة بالتوصيلات أو ما يسمى بالإضافات والتعديلات. قمنا بتعديل موضع كما اتفقنا، موضع المنصهرة رقم 1 والقاطعة على سلك الطور، ثم قمنا بإضافة ما يسمى التوصيل الأرضي ما بين المأخذ الأرضي والأرض ثم من المأخذ الأرضي إلى الفرن الكهربائي. إذن قمنا بإضافة سلك التوصيل، أما التعديل قمنا بتعديل موضع فقط المنصهرة رقم 1 والقاطعة. الآن أرادت سلمى تغيير المنصهرة للمأخذ الفرن الكهربائي. إذن عزيزي التلميذ، قبل حل أو عمل على المخطط لابد من الانتباه إلى الإشارات التي توضع على الأجهزة، لأن وضع هذه الإشارات لديها عمل ثاني. من بين هذه الإشارات نلاحظ أن هناك على العداد موجود قيمة هي 220 فولت. إذن نعرف بأن كلمة فولت هي خاصة بالتوتر الكهربائي. إذن التوتر الذي تعمل به هذه الدارة هو توتر قدره 220 فولت. إذن ثم بعد ذلك نلاحظ أنه هناك قيمة ثانية لتمثل 2.2 كيلو واط. إذن ونحن نعرف بأن الواط هو وحدة قياس الاستطاعة. إذن لدينا استطاعة هذا الجهاز هي 2.2 كيلو واط. إذن لا بد من تحويلها إلى الواط. إذن الآن كما اتفقنا أن التحويل من الكيلو واط إلى الواط لا بد من ضرب في 1000. إذن الآن نقوم بتحويلها. إذن 2.2 في 1000 وتساوي 2200 واط. إذن ماذا أفعل بهذه القيمتين؟ إذن لابد من حساب شدة التيار، لأن يعني الإشكالية كانت في شدة التيار مرتفعة والمنصهرة تنصهر. إذن لابد من اختيار منصهرة مناسبة. كيف أختار هذه المنصهرة؟ أختارها وفق شدة التيار الكهربائي، ولماذا لا أختارها وفق
التوتر أو الطاقة، لأنه كما تلاحظون أنه تعطى القيمة بالأمبير، والأمبير هي وحدة شدة التيار الكهربائي، ولهذا لابد من حساب شدة التيار الكهربائي انطلاقا من هذه المعطيات. كما درستم في السنة الثالثة متوسط تعرضتم إلى العلاقة الاستطاعة، حيث أن الاستطاعة تساوي التوتر في شدة التيار الكهربائي. أنا أحتاج شدة التيار الكهربائي، إذا سأخرج من هذه العلاقة شدة التيار الكهربائي، سوف أجد أن شدة التيار الكهربائي تساوي الاستطاعة على التوتر. بما أنه هذه القيمتين المتوفرتين لدي، سوف أقوم بالتطبيق أو بالحساب العددي. إذا E تساوي P كتعويض تساوي 2200 واط على التوتر الكهربائي 220 فولت. إذا بقسم هذه القيمتين سوف أجد أن شدة التيار تساوي 10 أمبير. إذا فشدة التيار للجهاز اللي هو الفرن الكهربائي فهو يحتاج إلى 10 أمبير. إذا بما أنه لدينا حسب الصورة لدينا ثلاثة مصايرات ثلاث قيم مختلفة، 5 أمبير و10 أمبير و15 أمبير، ونحن اتفقنا على أنه من شروط الأمن يجب أن تكون شدة التيار المارة في الجهاز تساوي شدة التيار المارة أو المعيار الخاصة بالمصايرة، يعني قيمة المصايرة تساوي قيمة شدة التيار الكهربائي. وبما أنه متوفر لدينا ثلاثة مصايرات مختلفة المعايير 15 أمبير و10 أمبير و5 أمبير، إذا أحسنهم هي الشدة المناسبة الخاصة بالمعيار المناسب، إذا سوف أختار 10 أمبير، ولهذا سوف أغير F2 لكي يشتغل جيدا بوضع منصهرة قيمتها 10 أمبير. إذا أنا طلب مني أن أساعد سابقا لمعرفة المنصهرة المناسبة، إذا المنصهرة المناسبة هي 10 أمبير. كيف عرفت هذه المنصهرة المناسبة؟ هو بتطبيق هذه العلاقة، إذا معرفة شدة التيار المارة في الجهاز. من خلال شدة المارة في الجهاز يمكن وضع المنصهرة المناسبة. أتمنى في الأخير أنني زودتكم ببعض المعلومات المفيدة. سوف نلتقي إن شاء الله في حصة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.